هنرسم جهاز تناسل أنثوي بيكون عبارة عن، طبعا عندي قناتي فالوب، القناة بتكون ذات فوهة قمعية الشكل. هنزل بالشكل المثلث بتاع الرحم والعنق، وادي المهبل عنق الرحم. هندي بس الجزء العضلي بتاع الرحم، السمكة او البطانة، قناة فالوب. القناة دي بتكون اصبعية الشكل، وبنحط قدامها المبيض. يبقى انا عندي المبيض ودي الفوهة القمعية الشكل، فوهة قناة فالوب، دي قناة فالوب، تجويف الرحم، ده سمك او جدار جدار الرحم. او جدار الرحم، وطبعا المهبل.